أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال نهار اليوم. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض، حيث يسود الطقس صافي 18 درجة مئوية، ملموسة 17، الرطوبة 60%، والرياح تكون جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة نهار اليوم لباقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية، سكاكا 20 إلى 13، نفس الحرارة في عرار وتبوك 22 إلى 13 درجة مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 26 إلى 14، جدة 34 إلى 22، مكة المكرمة 32 إلى 20، والطائف 22 إلى 10 درجات مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 16 إلى 10، أبها 19 إلى 8، وجازان 28 إلى 25. المنطقة الشرقية، الدمام 22 إلى 9، حفر الباطن 19 إلى 8، والإحساء 21 إلى 5 درجات مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 18 إلى 8، بريدة 18 إلى 7، وحائل 19 إلى 10 درجات مئوية. بهذا ننهي نشرتنا، إلى اللقاء.